يوم جديد يا أحبة في رحلتنا 21 يوم للصوم والصلاة. يحكي لنا الكتاب المقدس في سفر ملوك الثاني إصحاح 13 حادثة غريبة. يقول في يوم من الأيام إليشع تمرض المرض اللي مات به. ولما إليشع تمرض إجا عليه ملك إسرائيل دا يبكي عليه. إليشع كأنه دا يسوي فد وصية أخيرة لملك إسرائيل. طلب من عنده أنه يفتح الكوة ويطلع السهم مات ويرمي سهم من الكوة. فسوى هذا الشيء ملك إسرائيل. وإليشع قال هذه الكلمات، قال هذا السهم هو سهم خلاص للرب من آرام اللي هم أعداء شعب إسرائيل. بعدين طلب إليشع من ملك إسرائيل طلب غريب، قال له أخذ السهام ورمي على الأرض. ملك إسرائيل أخذ السهام رمى مرة ومرتين وثلاثة وتوقف. يقول الكتاب أنه إليشع غضب عليه وقال له رامي 5 مرات أو 6 مرات كان تضرب آرام إلى الفناء، تضرب أعداء الرب إلى الفناء. أحبائي، مرات هواية إحنا نرفع صلواتنا، مرات هواية نصلي إلى بلدنا ونشوف كأنه ماكو استجابة ونقول يا رب وينك؟ صلينا هواية، صلينا مرات هواية وأنت كأنه ما تستجيب، كأنه أنت ما تسمع. يا رب طلبنا هواية سنوات طويلة، يمكن تسمعني وتقول سنوات طويلة إحنا نطلب من أجل هذا البلد، سنوات طويلة نشفع من أجل هذا البلد، سنوات طويلة نبكي من أجل هذا البلد، لكن مدى نشوف التغيير. وينك يا رب؟ هل أنت تسمع صلواتنا؟ أحبائي، الله 100% يسمع صلوات، لأنه هو المكتوب عنه سامع الصلاة. والتغيير اللي نشوفه بالبلد التدريجي هو بسبب صلوات الكنيسة، لكن نحتاج نستمر نصلي، نحتاج نستمر نصلي إلى أن نضرب أعداء الرب إلى الفناء، إلى أن نكسر إيد الشرير، إلى أن نكسر ذراع الفاجر من على البلد، إلى أن نصنع تغيير في هذا البلد. نحتاج يكون عندنا مثابرة في صلواتنا، نحتاج ما نبطل نصلي. يمكن نكون مثل ملك إسرائيل نضرب مرة ومرتين وثلاثة وما ينجح الموضوع، نحتاج نضرب أعداء الرب إلى الفناء. نحتاج ما يكون عندنا فشل، ما يكون عندنا إحباط من الصلوات اللي نصليها، لكن بالعكس نثق أنه صلواتنا قادرة أنه تصنع تغيير. في يوم من الأيام إجا شعب إسرائيل لصموئيل النبي وقال له صلي لأجلنا، لا تتوقف عن الصلاة لأجلنا. صموئيل النبي جواب رائع جدا، قال أما أنا فحاشا لي أن أخطئ إلى الله وأكف عن الصلاة لأجلكم. وهذا الشيء اللي الرب يريده ومتوقع من كنيسة، أنه تقول حاشا لنا يا رب أنه نكف الصلاة عن العراق، حاشا لنا يا رب أنه نخطئ ونكف عن الصلاة لأجل هذا البلد، لأجل شعب هذا البلد. هذا اليوم دعوتنا يا أحبة أنه نستمر في صلواتنا، هذه دعوتنا يا أحبة أنه نكمل إلى النهاية. اليوم نريد نستمر نصلي للبلد، اليوم نريد نصلي يا رب أنت راح تصنع تغيير، اليوم نريد نصلي يا رب أنت راح بيد أعدائك من أمامك، يا رب أنت اليوم رح تكسر ذراع الشرير، يا رب اليوم رح نستمر نصلي حتى نضرب آرام إلى الفناء، حتى نضرب الشرير إلى الفناء، حتى نطرد الشرير من هذا البلد، حتى نطرد كل عمل للشرير من هذا البلد، حتى نغير بلدنا من حال إلى حال. اليوم يا أحبة اضرب أعداء الرب إلى الفناء.